بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالليلة عندنا درس اللي هو كيفية تدوير الفيديو. أحيانا بسجلات فيديو بيكون مقلوب، فدايرين نشوف البرامج اللي بتعدل الفيديوهات. واحد من البرامج دي اللي هو هنا فري فيديو فليب اند روتيت، والبرنامج ده انا اللي حاطط لكم اللينك بتاع تحميله تحت الوصف او الديسكريبشن. طيب بعد ما تنزل البرنامج تجي تفتحه عادي باوبن او رن اس ادمنستريتور، وتقول له يس، تحدد اللغة اللي انت عايزها. مثلا انا بخليه على انجليزي، وقول له اوكي. بيبدأ خلاص يتحمل، ما بيبدأ يتعامل معاك انستول عادي. يعني مثلا كرييت ا روتيت بوينت، ما عارف اول، انا والحاجات دي عايز اخليه بس على الديفولت. بقول له نيكست، وبقول له نيكست، بيبدأ يتحمل معاي او بيبدأ يتسطب معاي. طيب اول ما نزل معاي بقول له فينيش. اذا انا عايز اشغله طوالي بيكون كده، بقوم بضغط هنا وبقول له لانش، بيفتح معاي طوالي. اذا ما عايز اشغله طوالي بقفل هنا وبقول له كلوز، وافتحه بعدين من سطح المكتب اللي هو بينزل معاك اسمه يا هذا. طيب انا اسي داير افتحه مباشرة، بقوم بقول له فينيش، بيفتح معايا البرنامج كده. خلاص احنا جاهزين لانه لو عندنا اي فيديو مقلوب نعدله. طيب انا عندي زي فيديو كده سجلته وكان مقلوب اللي هو الفيديو ده تقريبا. طيب قول له اوبن او بلاي. ده الفيديو ده انا عملته طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بترسم كده اللي هو هنا يكون كيف؟ زي ما انتم شايفين مثلا مقلوب. الحرف ده شكله مقلوب انا عايز اعدله. طيب عشان اعدله، طيب عشان بس اسمه يكون واضح بالنسبة لي، خليني بس اعمل له رينيم، اسميه فيديو اندرسكور 1 مثلا. طيب اقوم اجل البرنامج هنا، بيقول لي هنا اد فايل، بجي اقول له اضغط هنا عشان يضيف لي الفايل او الفيديو اللي انا عايز شنو عايز اعدله. انا خدتيه وين؟ خدتيه في الديسكتوب. بمشي هنا ديسكتوب، بجي بلقى حاجاتي في الديسكتوب كلها، بفتش عن اللي اسمه فيديو اندرسكور واحد ده اللي هو ده، وبجي بقول له اوبن. طيب بينزل معايا بالطريقة دي. بيكون عندنا ده هنا، ده الفيديو الأساسي، وده الفيديو اللي عايزين نعدله. مثلا هو خدت لي هنا ده الفيديو، لو جيت أنا شغلته مثلا عملته كده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بجي بلقى السلام هنا كمان عليكم ده ورحمة مقلوب، ده الله حيكون مقلوب وبركاته. زيه. أنا واصل في بلقى إذا كان ده مقلوب بجي بلقى ده مقلوب زيه. طيب أنا أقوم أعدل ده يكون عكس ده. طيب انا عايز الفه بزاوية 180 درجة، اخليه كده. يعني لو جيت شغلت بلقى ده مخالف لده تماما. في كتابة حروف خط الثلث، بلقى مثلا هنا اتجاه القلم مختلف من اتجاه القلم هنا، عكسه تماما. بعد كده بجي هنا عندي خيارات بتاعت كونفيرشن، يعني عايز انا اغير الصيغه بتاعت الملف، مثلا عايز اخليه اي في اي، ولا عايز اخليه جي اي اف، ولا عايز اخليه ام كي في، ايا كان. يعني انا عايز اخليه على ام بي 3 او ام بي 4 معلش، واجي اقول له سيف. بيقول لي انت عايز تعمل له روتيت وتعمل له سيف اس ام بي 4 في نفس الوقت. بقول له ايوه، بقول له كونتينيو، واصل.
طيب كده ببساطة بيكون تم التحويل والتعديل. بجي بقول له هنا open folder، بشوفه حفظه لوين، بلقاه حفظه في الدايركشن ده اللي هو في الفيديوز. طيب بجي مثلا اشغله من هنا اشوفه هل يتعدل ولا لا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد كده بنبدأ نسحب. لنا خط أفقي من هنا. هنا بيرتكز لنا على نقطة أو أكثر. برضو نيجي نتخيل شكل الحرف حيكون كيف بالطريقة دي. شايفين خلاص كده تم تعديل الفيديو بكل بساطة. وقبل ما أنهي الدرس عايز يعني برضو أذكر الناس بحاجة، بأنه ممكن تحول الفيديوهات أو تعدل الفيديوهات أونلاين، لكن المشكلة في الأونلاين أحيانا بيطلب منك يعني حجم معين للفيديو، بيقول لك أنا ما بحول لك أكثر من 100 ميجا، يعني الفيديو لو بقى يعني السعة بتاعته أكثر من 100 ميجا بايت ما حيحولها لك. فعشان كده افضل انك انت شنو تستخدم تنزل برنامج ده وتحول به، يعني التحويل كله كليكين او 3 كليكات خلاص بتلقى الفيديو يتحول معاك. طيب قبل ما انهي الفيديو عايز منكم طلب، تضغطوا لايك ما تنسوا، والما مشترك يعمل اشتراك، وبرضه حاجة تانية او تالتة ما تنسوا شيروا الفيديو مع اصحابكم عشان تعم الفائدة، واخر حاجة ما تنسوني من صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.